طبعا هيبقى ليه دور كبير جدا مع 10 الاهلي بقى يلعب بمين الاول من وجهه نظرك؟ بمين لعيبه تشكيل يعني؟ التشكيل ما انا ما قلناهوش متهيألي. لا ما قلناهوش. طب قلنا الشناوي الشناوي في حراسه المرمى، وعندك كمان هيبقى احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، وعلي معلول. وعندك وسط الملعب اليو ديانج والسوليه، فوق هيبقى حسين الشحات وجونيور اجاييه طبعا، قفشه، وليد سليمان، دي لسه راس حربه مين؟ ومروان محسن. مروان ده متوقع من وجهه نظرك؟ ده وجهه نظري متوقع. وجهه نظرك انت متوقعها. اليو بادجي احساسي انه لسه مع فايلر ما لقاهوش، او يعني لسه محتاج شويه وقت. الفتره اللي قبل دايما المباريات دي يا كابتن بيبقى